جو سادر، اهلا وسهلا فيك معنا وبتحلى الحياه. اهلا وسهلا. نحن دائما بننبسط بس نستقبل نجوم مثلكم ومواهب ايضا. مش من زمان بلشت بعالم التمثيل، من تقريبا 5 سنين، ولكن اختصاصك كان هو بزنس مانجمنت. شو اللي اخذك على التمثيل؟ صراحه تمثيل كله فت عليه هيك استروبي، يعني كانت فرصه بالغلط ما كنت حسب لحساب. هلا انا وصغير بحب الاضواء والاضواء سوري، بس التمثيل كان فرصه ماني حاسب لحساب ابدا. كنت روح احضر مسرحيه لرفيقي عز صاحب عندي، بوجه له تحيه، عماد الاشقر ابن العصام الاشقر. نعم. حضرت له المسرحيه فوق 20-30 مره تقريبا وحفظتها، وثاقبت بطل المسرحيه اضطر يغيب، اضطر يترك المسرحيه، يمكن مرضه او شيء. اوكي. مصائبه قوم عندك قوم فوائده. صحيح. فعرضت انه انا اطلع اعرض الدور لانه حافظ المسرحيه، وكان عندهم عرض بعد يومين ما فيهم يجيبوا حدا. فعرضت حالي وطلعت وحبوا كثير وكتبوا لي مسرحيه ثانيه وثالثه، وموجه لهم تحيه كثير كبيره لاستاذي مها الخوري واستاذ عصام الاشقر. حلو. جو اليوم يعني بين كل المسلسلات والاعمال يلي قدمتها والادوار يلي قدمتها، لا شك بيبقى في عمل هيك مهم يعتبر محطه مهمه بحياتك، بركي من خلاله قدرت هيك عرفت الناس اكثر عليك، حبوك اكثر الناس، اي عمل او دور بتقول انه هيدا هو الدور يلي قربني اكثر من الناس؟ هلا انا شاركت ب4-5 مسلسلات، بس هو دور واحد هو اللي ساعدني اكثر شيء، هو دوري اخر شيء بعشق النساء. مزبوط. يعني قد ايه كان حلو، قد ايه كان ثقيل، بعدني لهلا باخذ ردود فعل من العالم، يعني ناس بيحكوا بكومنتس مهضومه وناس بيصيروا يسالوني اسئله شوي بتحرج، بس عشق النساء كانت الستيب الكبيره تبعي، مع انه دوري ما كان كثير كبير بس علم عند العالم كله، يعني وحضرناه على ال بي سي وام بي سي وحياه مصر، برم عليهم كله وعلق عند كل العالم، بعدني لهلا عم باخذ كومنتس عنه. يعني كل العالم اصلا عن جد وقفوا عند دورك بعشق النساء. عفوا. كان في ممثلين كبار بعشق النساء وفي شاك وممثلين غير لبنانيين، كيف كانت هالتجربه لك كمان انه تشوف ممثلين غير لبنانيين؟ كنت مرتاح، كنت منك مرتاح لانه وقفه منا هينه؟ صحيح، كنت مبسوط كثير وخيفان كثير كثير بنفس الوقت. نعم. يعني كان عندي مسؤوليه كثير كبيره قدام نجوم باسل خياط وورد الخال، مع انه كان ادواري كلهم انا وياهم. كنت خايفان كثير من موضوع انه بس الخياط قد ايه بده يبين محترف بالتمثيل وانا بعدني مبتدئ، بس كتر خير الله عطوني كثير وساعدوني كثير وبشكرهم كثير على يعني كان في بوش. وقت تقول انه ساعدوك كثير وممكن يكونوا كمان نصحوك او عطيوك هيك بعض الملاحظات او النصائح، لانه دائما بنتعلم من الناس اللي عندهم تجارب وسبقونا بالمجالات، شو بتتذكر او شو ممكن يكونوا عطيوك نصائح؟ اكيد ما في شك انه مش ساعدوني بمعنى انه بس انه مثلت معهم وعطوني بوش انه انا ممثل معهم، اعطوني رايهم بكذا مشهد، واكيد ورد الخال بوجه لها تحيه كثير كبيره، صارت تقول لي اعمل هون هيك وهون احسن هيك وبرافو عملت هيك، وورد الخال كانت عم بتفوتني بالشخصيه اكثر. يعني بس كنا عندي مشهد بدي ابكي او مشهد بدي صرخ بحس حالي انه انا نديم بوقتها، يعني نسيت شخصيتي انا وبنفعل معها. كانت تجربه كثير كثير حلوه، وبشكر استاذ فيليب اسمر كمان هو اللي طرح اسمي على الدور. كمان اكيد لانه شافوا فيك الممثل يلي بتصلح لهالدور. جو المسرح طبعا كل شخص ممثل بينبسط انه يبتدي من المسرح لانه بيعطيه التولز يلي لازم هو يستعملهم كممثل، ولكن الدراما والتلفزيون يمكن بيعطوه الشهره، العالم تعرفه اكثر، انت وين شفت حالك اكثر بهالمجال؟ ما فيني اقول لك وين شفت حالي اكثر، مثل ما قلت انه المسرح شيء والتلفزيون شيء، بس المسرح الحلو فيه انه ممنوع الغلط. يعني على المسرح ممنوع تعيدي ومشهد ما عجبك ترجع تعيديه. والحلو على المسرح بتاخذي نتيجه عملك بنفس الدقيقه، من ضحكه الجمهور او من زقفه الجمهور او من بعد ما تخلص العالم كيف بتكون نظرتك لتحكي معك. نعم. بس التي في اوسع، يعني الواحد بيكون قاعد ببيته عم بيحضر هيك وبتنتشر اكثر. صحيح. خلينا نحكي عن التي في. الليله كلنا بانتظار مسلسل الحرام يلي مثل ما ذكرت رح ببلش الليله ورح بتكون موجود فيه مع مجموعه كثير كبيره من الممثلين، خبرنا اكثر عن قصه هالمسلسل وعن دورك تحديدا، شو هو بمسلسل الحرام؟ يعني الصراحه انا ما حاعرف خبركم عن قصه المسلسل قد ما في قصص بالمسلسل، يعني عن جد ما معقول. يعني حرام خبركم، لازم تحضروا. حرام خبركم صحيح، لازم تحضروه،
بس بدي اقول بس مرحبا لفراس جمران الكاتب. عم بشوف صور لكم يمكن بالكواليس. طبعا بالكواليس ورا الكواليس صحيح. هون التحضيرات تبعكم. التحضيرات. بتحب الصور يعني انت ناشط بالسوشيال ميديا كثير. هلا بخبرك قصه السوشيال ميديا عم بواجه كثير مشكله صرت نروح على السوشيال ميديا. هلا بنحكي فيها لكن تنضلها بسياق المسلسل. المسلسل فيه قصص ما بعرف كيف مركبينهم ببعضها يعني صراحه انا حضرت هيك شويه مشاهد من اول حلقه يعني انا ما استنظرت انه انا كنت قاري النص بس غير ما تكوني عم بتشوفي بوجهك لا شيء في شيء بيصدم يعني كيف فات في كلهم لهم علاقه ببعض كلهم فايتين ببعض هلا انا قصتي بالمسلسل ما خصني بحدا منهم كلهم اف يعني انا قصتي ما خصها بالمسلسل كله انا قصتي لحالي دور شو عم تلعب؟ دور شو يعني إذا بخبرك تفصيل 1% عن الدور بفتح قصتي كلها ليه؟ لأنه رح تحضروا تقريباً 30 حلقة من المسلسل لآخر 3 حلقات لتعرفوا أنا شو عم بيصير معي كل المسلسل إيه لا ما تخبرنا طب شو اسمه بالمسلسل؟ اسمي ساري بالمسلسل أوكي أوكي بس بالمسلسل رح تشوفوا إشياء ما حتفهموا شو عم بيصير معي يعني تشوفوا مثلاً مرة إجا حدا ضربني أو صار معي شيء على الطريق بس ما حتفهموا شو السبب تبعها غير لأنا خبر عن قصتي أوكي فالقصة يعني كتير مشوقة وبدي أشكر الفريق العمل كله والأستاذ إلي معلوف بقول له مرسي كثير على الثقة اللي عطيني إياها وإن شاء الله أكون قد المسؤولية والكاتب فراس جبران ثانك يو على السكريبت الحلو يعني شوقتنا نحضر المسلسل أكيد كلنا رح نحضر أنا المسلسل ناطر الليلة ما في شك ولكن هلا رح نحضر نحن وبيك البروموشن تبع المسلسل بحسس في شيء حلو رح يخلق بيناتنا بهالدراما في ناس رح تكرهوها لحظات رح تشوفوها وتتمنوا ما تعيشوها إنساني باعتني كرمال المصاري أنا خطبت وحدة بتسواكي بألف مرة بين الشهوة جوازك هيدا أأمن غطى لعلاقتنا الحميمة النزوي بدي منك تتركي وتصيري لوحدي الحقد والحب أحداث ما بتتوقعوها مرتك كانت عم تخونك آدم أنا بحبك وبين فرق العمر رح جن بدي شوفك خيانة صداقة خضبت لورا صديقتي سلطة المال اللي مثلك بس بتعرف تبيع الناس اللي حدا بالمصاري والانفصام بتعيشوا معهم قصص الحب بين المباح والحرام الحرام مسلسل جديد ابتداء من الأربعاء 23 الشهر بعد الأخبار على الـ LBCI والـ LDC يعني نحن كنا ناطرين مناطرة ولكن هلا انت شوقتنا اكثر مشان تنحضر حلقه اليوم الحلقه الاولى من مسلسل الحرام اكيد كل المشاهدين ناطرين على شاشه ال LBCI جو كنت عم تخبرنا بسياق الحديث انه في صار عندك مشاكل بالسوشيال ميديا شو القصه صحيح صار عندي مشكله من وراء يمكن غلطه انا عملتها انه كنت مثلا على الفيسبوك كل ما يفول عندي اكونت افتح اكونت ثاني افتح اكونت ثالث فولت 6 اكونتات وصرت العالم بتهيني انه ليه ما عم ترد وليه ما كذا انه انا بجرب رد على الكل قد ما بس ما بقى فيني افتح 6 اكونتات فانا أوكي. اليوم اخذ قرار انه سكر الست اكونتات وضلني على البيج الوحيده عندي على الفيسبوك ايه. انا برد على الكل صراحه نعم. حتى انستغرام اذا بتشوفي عندي الكومنتس اوقات برد على العالم او دايركت مثلا برد على الكل مين ما يحكيني برد عليه بس عم بواجه مشاكل يعني في عالم بيحكوني انه بيحكوا مع ناس بياخذوا صوري وبيحكوا نعم. معهم صار لهم 6-7 أشهر على علاقة وبيرجعوا بيعرفوا أنه مش أنا وبهنوني إلي أو مثلا في ناس بتحكيكي بيركبوا قصص صرت أكل كذا ضرب بهذا الموضوع يعني وبيوصلوا لعندي للأسف الشديد السوشيال ميديا حلوة كتير ولكن صح. بس تتخطى يعني قلة الأدب أما 100% هاي دول الأمور يعني للأسف الشديد يعني نسوان كبار وصغار وشباب وبيخبروكي قصص أنه أنا ما دخلني فيها بس بس بدي أصير انتبه على هذا الموضوع وبقول للكل انه انا ما عندي غير بيج واحدة من اليوم وانستغرام عندي اكاونت واحد وتويتر اكاونت واحد اي اذا طريقه استعمال السوشيال ميديا كلها بشكل عام اذا واحد ما انتبه لها بتورطه بمشاكل كثيره جو اذا بدنا نحكي عن موضوع انتخابك وصيف رابع سنه 2013 طبعا حصلت على لقب واكيد انه اللقب بيفتح لك مجالات كثيره وابواب كثيره قديش كان مهم هيدا اللقب بالنسبه لك وقديش كمان ساعدك انك تدخل لمجالات عديده صحيح هلا لا شك انه كان مستر لبنان لإلي كان اكسبوجر كثير مهم استعملته كاكسبوجر من بعد ما كان صار لي سنتين تقريبا بالمسرح كنت حابب فوت على التي في وبلش على التي في فمن بعد ما اخذت لقب وصيف رابع سنه 2013
بلشت مسلسل دور صغير، وبجي تحية لجيسي فرانسيس كاستنج دايركتر، هي اللي فوتتني على التمثيل. وبس هيك من وقتها لهلأ بصير أطمح شوي لدور أكبر دور أكبر دور أكبر، لو وصلت لهون كتر خير الله. ما في شك انك شغلت على حالك جو، ولكن ايضا في محبه كثير كبيره بس تحكي عن رفقاتك والممثلين والكاتبين. خبرنا، في علاقات هيك زملاء وعلاقات عن جد موجوده اكيد طبعا كلها محبه بوسط التمثيل؟ انا اصحاب مع الكل وبوعدكم جميعا انه واحد بس يفوت بهالدومين بيوصل لمطرح. مين يعني انت اكثر شيء كلوز معهم؟ رجا نصر الدين ورودولف هلال، انا كثير اصحاب انا وياهم وبعتز بصداقتهم. يوسف الخال بضل يعطيني الكومبلمنتس اللي كثير حلوه، انا بعتبرهم شهاده لإلي. ورد الخال حتى بالكل كل من عمري يعني مثلا الي شلوحه، نيكولا مزهير، كلهم اصحاب معهم. امبارح كان ضيفنا اصحاب مع الكل، امبارح كان ضيفنا الي شلوحي صح وحضرته ولي قبله نيكولا مزهير. ما كنت انا بالحلقه. اصحاب مع الكل وان شاء الله ما بيصير مشاكل مع حدا منهم يعني. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. طيب شو وضع المعجبات؟ عم يعملوا له مشاكل. كتر خير الله. ماشي الحال. ماشي الحال؟ في شيء جدي يعني ولا ماشي الحال؟ في شيء جدي؟ في شيء جدي هلا، ايه انا على علاقه هلا حاليا. صار لي سنة ونص تقريبا، وبوجه لها تحية كثير كبيرة وعيد ميلادها بعد 5 أيام، بقول لها هابي بيرثداي جيني. ايوه اوكي، نحن كمان بنقول لها حسم الامور هلا بهالمقابلة. بس بنفس الوقت مثل ما قلت لكم انه بهذا الموضوع ما عندي مشكلة ابدا انه بنات او غيري او شيء، اصحاب مع الكل وبرد على الكل. نعم. وحتى جاني هلا وجهت لها تحية. نعم. ما عندي مشكلة مع حدا. حلو. جو ما نتمنى لك كل التوفيق اول شيء، ولكن اكيد طبعا عم تقرا شيء، عم بتحضر لشيء رح تفوتوا تصوروا، شو الخطوات المستقبليه؟ في عندي مسلسل قريبا اسمه كل الحب كل الغرام مع كمان الاستاذ إلي معلوف، هو ايبوك المسلسل. حلو. بدنا نبلش فيه قريبا هلا. بعدنا عم نقرا. يلا طبعا جو نحن بنتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله بنشوفك كمان بحلقات ثانيه لبتحلى الحياه لنحكي اكثر عن مشاريعك المستقبليه. اهلا وسهلا فيك. ثانك يو سو ماتش. مشاهدينا رح نتابع حلقتنا، ولكن هلا بنتوقف مع فاصل صغير، من بعدها بنرجع لكم. لاقونا.